هل يجوز الجمع في الصلاة في غير سفر وفي حالة الضرورة القصوى؟ نعم، الجمع ليس مثل القصر، الجمع يجوز إذا وجد الحرج المعتبر شرعا في عدمه. فإذا كان الإنسان في بلده واحتاج إلى الجمع فإنه يجوز له الجمع بشرط أن تكون الحاجة معتبرة شرعا، ليس مطلق الحاجة. مثلا لو أن طبيبا سيدخل يعني لإجراء عملية ووقتها يطول فإن له أن يجمع. كذلك مثلا لو أن الإنسان يعني عنده شغل وافق وقت الصلاة ولو اشتغل عنه لكان هناك مفسدة ومضرة عظيمة وكان هذا عارضا ولم يكن دائما فله أن يجمع. العلماء قديما يقولون لو خبز لو عجن العجين ولو صلى في الصلاة في وقتها لتلف عليه، فإنه يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يجمع. مثلا الآن العامل لو كان يصب الخرسانة ولو صلى الصلاة في وقتها لفسدت لأن المكان كبير ويحتاج إلى وقت طويل، فهذا يجوز له الجمع في هذه الحال. كذلك مثلا لو أن امرأة كانت في مكان ولم يكن هناك مكان تتوضأ فيه أو مكان تصلي فيه، فإنه في هذه الحال يجوز لها أن تجمع إذا كان هذا الأمر عارضا ولم يكن ذلك عن تساهل يعني عن تساهل منها. فإذا كان الإنسان في مكان لا يستطيع معه أن يجمع وكان ذلك عارضا فلا حرج في أن يجمع على الراجح من أقوال العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الجمع أن لا يحرج أمته، أو أراد أن لا يحرج أمته. فإذا وجد الحرج المعتبر شرعا جاز الجمع، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل ويعني يجمع لأي أمر. أما إذا وجد كما في السؤال الضرورة القصوى والأمر المحرج جدا فإنه إذ ذاك يجوز الجمع.